أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي نتناول فيه عدد من القضايا الاجتماعية وتغطية كافة المناشط الليبية والجاليات العربية. في حلقة اليوم نتحدث عن عمل المنظمات الدولية داخل الدولة الليبية، ما هو دورها وما هو هدفها ومن يتابع عملها. صحبة ضيفي في الاستوديو الدكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية. قبل أن أبدأ في موضوع حلقة اليوم، نبدأ أولى فقراتنا وفقرة من البلديات. قامت النقابة العامة للمعلمين بدولة ليبيا بالرد على كتاب وكيل عام وزارة التعليم الذي يأمر فيه المعلمين والمؤسسات التعليمية بعدم التعامل مع هذه الجهة. وبعد هذا القرار الصادر عن وكيل وزارة التعليم المؤقتة، توافدت نقابات المعلمين بالمنطقة الشرقية على مقر النقابة العامة للمعلمين بمدينة المرج، وذلك للرد على تعميم وكيل عام وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الغير قانوني والغير مبرر بحسب قول النقابة، مؤكدة أنها ستصدر قرارات هامة بالخصوص. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب العام للمعلمين الأستاذ عبد النبي النف. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد النبي. أهلا وسهلا بك أستاذ حمدي، ومساك طيب، ولكل مشاهدين قناتنا الرائعة قناة الحدث، هذه القناة التي نثق فيها ونثق في كل معطياتها. أهلا وسهلا بك. في البداية أستاذ عبد النبي، يعني لماذا برأيك هذا القرار من قبل وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بالرغم يعني أن السلطة التشريعية ناقشت مقترحات النقابة العامة للمعلمين الذي احترمت حقوق المعلمين في هذا القرار يعني أو في هذا المشروع؟ نعم، بداية يعني أولا أحب نحيي جميع المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، ونشد على أيديهم في هذا الصرح الممهد لبناء الوطن، ونقول ردا على ما جاء في هذه الإجراءات اللي صدر التعميم الذي صدر عن وكيل عام وزارة التربية والتعليم، وما صدر أيضا عن كتاب السيد رئيس الدائرة القانونية بمجلس النواب. يعني موضوع شرعية النقابة العامة من عدمها هذا شيء مفصول فيه طبقا للقوانين والإجراءات المتخذة. يعني نحن بقاء النقابة العامة وبقاء على النقابات هذا طبعا جاء بناء على الإعلان الدستوري للمجلس الرئاسي. هناك طبعا تعميم قانوني أصدره المجلس الانتقالي في 2011، نص هذا التعميم على بقاء النقابات المعلمين بجميع فروعها بجميع البلديات. ثم أصدر أيضا المجلس الانتقالي ثانيا تعميما قانونيا في 2012 في شهر 6، تعميما قانونيا يقضي بعمل النقابات وفقا للائحة التنفيذية المعتمدة بالنظام السابق أو بالنظام الذي تعمل به النقابات سابقا. نعم. هذا طبعا أتى يبين بقاء الإبقاء على النقابات المعلمين وعملها. جاء اليوم الذي طبعا تطلعنا فيه جميعا لأن تطلع النقابات على مستوى الدولة بعملها الأساسي دون النظر أو الرجوع إلى السابق، إلى التطبيق السابق والمنفعة الذاتية. تطلعنا لأن يكون هناك كيان للمعلم، احترام للمعلم، وفق الاجتماع الذي حدث في مدينة المرج في 8/2/2017. طيب يعني سؤال يعني ربما يكون الأخير أستاذ عبد النبي، اللي هو يعني وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، لماذا أصدر هذا القرار تحديدا يعني؟ نحن نعلم علم اليقين أن هذا القرار وغيره من الأمور التي طبعا استعمل ضدنا
ليس لشيء إلا فقط للرجوع أو لمحاولة ثنينا عن مطالبتنا بحقوقنا، لمحاولة إبطال وإفشال مشروع قانون حقوق المعلمين. هذا هو السبب الوحيد أستاذ حمدي. نحن نعلم جيدا أن نحن نشتغل بدون مرتبات، بدون مزايا، بدون هبات، ولكن نعمل لتحقيق هذا المطلب وهذا الحلم وهذا المشروع. فوجئنا طبعا بكثير من التهديدات ومن الضغوط من جميع القنوات. احنا بدايه يعني حتى لما بدينا في 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 المطالبه بحقوقنا وقفت ضدنا عده جهات يعني. نعم يعني سوف نفتح يعني استاذ عبد النبي صالح النف هذا الملف باذن الله في حلقه اخرى. شكرا لك استاذ عبد النبي صالح النف النقيب العام للمعلمين بدوله ليبيا. أقيمت بمدرسة سمنو للتعليم الأساسي مسابقة منهجية بين مدارس التعليم الأساسي ببلدية وادي البوانيس، وقد شاركت في المسابقة مدرستي سمنو وزيغ للتعليم الأساسي ومدرسة النور بمنطقة تمننت ومدرسة المشروع الزراعي بسمنو. وانتهت المسابقة بفوز مدرستي سمنو وزيغ بالترتيب الأول ومدرسة النور على الترتيب الثاني، كما تحصلت مدرسة المشروع الزراعي على الترتيب الثالث. هذا وقد شهدت المسابقة أجواء من روح التنافس والحماس بين طلبة، وتأتي هذه المسابقة في إطار التعارف والتبادل المعرفي وخلق روح التنافس بين الطلبة. فقد كبر هذا الرجل المؤمن الخالص الإيمان، ثم قال تمنوا وقال ما ندى يا أمير المؤمنين ما هي الأمنية صخرية شاسعة ساحة الرياح. مسابقة منهجية علمية بين مدارس البوانيس، مدرسة سمن للتعليم الأساسي، مدرسة الزيغة للتعليم الأساسي، ومدرسة النور للتعليم الأساسي، ومدرسة المشروع الزراعي بسمنو. والهدف من هذه المنافسة خلق روح التنافس بين التلاميذ ولتوسيع المدارك والإلمام والتعارف. نشكر إدارة مدرسة سمنو للتعليم الأساسي على استضافتها للمسابقة التنشيطية بين طلبة الصف السادس في مدارس منطقة وادي البوانيس بمحلاتها الثلاثة سمنو وزيغل وتمنهند. وهذه المسابقة الغرض منها خلق روح المنافسة وبين الطلبة، ورغم قلة الإمكانيات ولكن مشكورين الحقيقة. مدرسة سمنو الابتدائية على استضافة مسابقة الطلبة الأوائل في منطقة البوانيس. القصد من المسابقة هو التعارف وتبادل المعلومات وتشجيع التلاميذ على المذاكرة والتنافس فيما بينهم. افتتح اليوم في بلدية الساحل مستشفى البياض القروي، حيث تم صيانة المستشفى بالكامل وافتتاح أقسام قسم الولادة وقسم غسيل الكلى بالمستشفى بحضور كل من دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ووكيل وزارة الصحة السيد سعاد عقوب، حيث كان في استقبالهما السيد عميد البلدية وجمع غفير من أعيان وسكان المنطقة، بالإضافة إلى لفيف من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين. في إطار التوعية بالألغام، قام التلميذ الموهوب عبد الحميد فوناس بإعداد عمل وثائقي من تصويره ومونتاجه بأبسط الإمكانيات. يأتي ذلك نتاجا بالتوعية لأهمية الحذر من الألغام في عدد من المناطق المحررة بمدينة بنغازي. بنغازي تعود للحياة، والصابر يعود أهله إلى مساكنهم، وخربيش تضيء بأهلها، ولا يخافون من الألغام ولا مخلفات الحرب. حتى وإن تفجرت ألغام في المدنيين ولكن مصرون بالعودة. بنغازي صامدة، ورحم الله الشهداء. عبد الحميد فونس، ليبيا الحدث.
أخيرا، الجيجب هي منطقة تقع في الشمال الشرقي من ليبيا بالجبل الأخضر، كما أن الجيجب تقع على طريق لملودة مراوة المرج، حيث تبلغ مساحتها الجغرافية 900 كيلو متر مربع، وينسب اسم الجيجب إلى شجرة جذابة. منطقة الجيجب طبيعة خلابة وحضارة لها تاريخ. المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، ما هو دورها وماذا قدمت وماذا فعلت؟ كيف دخلت ومن يشرف عليها؟ كثيرا ما يتداول أنها تعمل لصالح دولها داخل ليبيا، ولكن ما هي الآلية المشروعة لدخولها وما هي مهام عملها واختصاصاتها؟ الأمم المتحدة وليبيا وعمل هذه المنظمات. اليوم أستضيف الدكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية للغوص والحديث أكثر عن عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا في فقرة ضيف وملف. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية. أهلا وسهلا بك دكتور عثمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ حمدي. أهلا وسهلا بك دكتور عثمان. يعني حلقة اليوم حول المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، يعني ما هو دورها وماذا قدمت، يعني ما هي الأسباب التي دعت إلى عمل هذه المنظمات أو المنظمات الدولية في ليبيا اعتبارا من عام 2011 حتى هذه اللحظة؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن أتوجه إليك شخصيا أستاذ حمدي على هذه الاستضافة، وعلى وأوجه التحية أيضا للعاملين بهذه القناة الموقرة. أهلا وسهلا بك. كما أنه لا يفوتني أن أتوجه بالتعزية وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليستمطر شآبيب الرحمة على الذين سقطوا في الانفجار الغاشم في مسجد بيعة الرضوان، وأتمنى لأهلهم ولذويهم الصبر وجميل السلوان. حقيقة موضوع المنظمات الدولية ما في ذلك شك هو موضوع يعني كبير جدا، ويحتاج إلى وقت طويل للغوص فيه وللحديث عنه بكل تفاصيله، ولكن في هذه السانحة التي نحن بصددها أحاول بقدر الإمكان لملمة كثير من المعلومات حول هذا الموضوع. ليبيا دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة، أسست بقرار من الأمم المتحدة مثل ما يعرف الجميع، وبالتالي الأمم المتحدة لها علاقات وتاريخ طويل مع الدولة الليبية. عندما بدأت الأحداث في 2011 بدأت أو فتح ملف المنظمات الدولية، وأيضا بدأت المنظمات الدولية تتعامل مع الدولة
الليبية. نعم. ومن هنا أصبحت تعرف هذه بالحاجات الإنسانية، يعني أغلب المنظمات الدولية اتجهت اتجاه إنساني بحث في بداية الأمر، وخاصة فيما يتعلق بمجال النازحين الذين بدأوا ينزحون نتيجة الأحداث التي حدثت طوال هذه الفترة. نعم. طيب، يعني ما هو دور الأمم المتحدة في ليبيا من خلال ما قدمته من مساعدات لليبيا دكتور، خاصة أن ليبيا يعني عضو بهذه المنظمة أو هذه المنظومة؟ يعني نعم، الواقع ليبيا باعتبارها عضو في المنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة، وأيضا تدفع في مساهماتها في هذه المنظمة، فإذا هي عضو من حقه أن يستفيد من برامج الأمم المتحدة. برامج الأمم المتحدة تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية في حالة النزاعات في كثير من دول العالم، وبالتالي ليبيا من باب أولى أنها تستفيد من هذه المعونات، خاصة وأنها دولة عضو وتدفع في مساهماتها في الماضي. المنظمات الدولية في الأمم المتحدة التابعة للأمم المتحدة بدأت تعمل من خلال البحث أو ما يسمى ببحثة الدعم في ليبيا. نعم. من خلال هذه البعثة بدأت تحاول بقدر الإمكان التواصل و يعني إعطاء المساعدات في الجانب الإنساني تحديدا، وهذه المساعدات مما يلاحظ عليها أنها عادة يعني تتمشى والمرحلة، بمعنى أن إذا كانت الحاجة هي مجرد حاجة إنسانية لنازحين ومهجرين من بيوتهم، وأحيانا يخف هذا الأمر ليتجه إلى مسألة الدعم والمشورة وأيضا التدريب في مجال التنمية البشرية وغيرها من هذه المجالات. فهذه مسألة نسبية، يعني تتعلق بما يدور في داخل الوطن. نعم. طيب، لو تحدثنا عن خبرة الأمم المتحدة، أين تقع خبرة الأمم المتحدة دكتور ومنظماتها المتخصصة؟ نعم، في ليبيا يعني في أي المجالات يعني؟ نعم. تحديدا طبعا في ليبيا يوجد في ليبيا تحديدا 25 وكالة وصندوق للأمم المتحدة. نعم. هذه المجالات، يعني هذه الوكالات وهذه الصناديق تعمل في المجالات في الشؤون الاجتماعية، في الصحة، في التعليم، وأيضا في مجال آخر مهم وهو موضوع أو مجال الحكم المحلي. وبالإمكان الاستفادة من هذا الجانب، لأن حاجات الناس فيما يتعلق بالحكم المحلي من مشاكل تواجه المواطن بشكل خاص، كان بالإمكان الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة في هذا المجال. نعم. فهذه الصناديق وهذه الوكالات التابعة للأمم المتحدة هي في الواقع الأمر نتيجة لخبرتها الطويلة في مجال الدعم الإنساني في كثير من مناطق العالم، فهي إذن تمتلك خبرة طويلة جدا، وبالتالي بالإمكان الاستفادة منها في هذه المجالات ذكرناها، مجالات الصحة، مجالات التعليم، مجالات الحكم المحلي، مجالات السياحة والثقافة، وأيضا مجالات المراحل الانتقالية، كان ممكن أنها تعطي يعني بالإمكان الاستفادة من مشورتها فيما يتعلق بالمراحل الانتقالية، أيضا دعم القانون واستتباب الأمن. نعم. مسألة مهمة جدا أيضا تعمل فيها الأمم المتحدة ولديها بعد خبرة كبيرة. الصراعات والحروب يعني. نعم، بعد الدول التي توجد فيها صراعات وحروب ونزاعات مسلحة، يأتي دور الأمم المتحدة يعني مساعدة هذه الدول في اجتياز المرحلة أو الظرف التي تعيشه. طيب، أهم المنظمات اللي مهتمة بملفات النزوح، يعني ربما ليبيا يعني شهدت كثير من النزوح في المنطقة الشرقية، في المنطقة الغربية، في الجواليش، في الصابري، عدد من المناطق، سواء الميليشيات المسلحة أو حتى يعني الإرهاب، ربما ضرب عدد من المناطق وشهدت نزوح كثير. يعني أي من المنظمات اللي ساعدت هؤلاء الناس ربما يعني تفتقر ليبيا لمساعدة حقيقية من هذه المنظمات دكتور؟ هو الواقع هذه المنظمات عديدة ومتعددة، زي ما أشرت في بداية حديثي، هناك 25 منظمة وصندوق تابع للأمم المتحدة يعمل في ليبيا. نعم. من بينها مثلا على سبيل المثال بعثة المنظمة الدولية للهجرة،
هذه البعثة موجودة وعملت من عام 2011 داخل ليبيا. أيضا هناك البنك الدولي وأيضا صندوق النقد الدولي، كلها تعمل في إطار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. هناك أيضا منظمات دولية عاملة في ملفات النزوح زي ما أشرت حضرتك، مثل مركز الحوار الإنساني، مركز الحوار الإنساني HD سنتر، وهو مقره الرئيسي في مدينة جنيف في سويسرا. طيب ماذا قدم لليبيا؟ يعني في بداية المرحلة كان، وخاصة في بداية 2011 كانوا يعملوا داخل ليبيا، لكن عندما تفاقمت المشاكل وأصبحت هناك نزاعات مسلحة في كثير من مناطق ليبيا، رأينا بأنها هذه المنظمات اتخذت من تونس مقرا لها وبدأت تؤدي بعض الأعمال، من بينها ورش العمل وأيضا عقد اجتماعات بين المسؤولين في ليبيا، محاولة يعني مساعدة الليبيين في مسألة الحوار والنقاش وما شابه. أيضا هناك منظمة مرسى كروب أو مرسى كورب، مقرها الرئيسي أيضا في مدينة بورتلاند في أمريكا. نعم. هي أيضا تحاول أن تقدم في مجال الدعم وتدريب المجتمع المدني في، وخاصة فيما يتعلق بفض المنازعات وأعمال يعني الإغاثة. نعم. من يمول هذه المنظمات دكتور؟ هذا يعني شيء مهم جدا، التمويل من يعني تحديدا؟ هو الواقع بالنسبة لسند يعني منظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة عادة تمول من صندوق الطوارئ بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مصادر أخرى في التمويل. على سبيل المثال هناك الكثير من الدول الكبرى والقادرة تقوم بالدعم، مثلا في ليبيا تحديدا أكبر داعم لهذه المنظمات هو الاتحاد الأوروبي. نعم. يأتي بعد الاتحاد الأوروبي أستراليا، ثم بريطانيا، ثم إسبانيا، ثم فرنسا، وأخيرا كثير من الدول العالم التي تقوم بالتمويل ولكن بشكل متواضع جدا. لكن هذه المنظمات تتلقى في دعمها من صندوق الطوارئ بالأمم المتحدة وأيضا للدول المانحة الكبرى التي تقدم في تمويلها. يعني أنت تعرف دكتور أن فيه منظمات وفيه مؤسسات يعني غير حكومية في ليبيا ربما كثيرة ولها علاقة ربما من الجانب الإنساني بالجانب الخيري والإغاثي وغيره، يعني هل هي مستفيدة من هذا التمويل اللي تقدم الأمم المتحدة والمنظمات المختصة؟ يعني هو بالنسبة للمنظمات المجتمع المدني وخاصة الأهلية والخاصة، هذا أمر آخر ربما لا علاقة له بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلا فيما يتعلق بالتنسيق ربما، أو الشراكة يعني، أو الشراكة بهذا المعنى يعني. لكن نحن في نقطة مهمة أستاذ حمدي أود أن أعرج إليها في هذه السانحة، وهي أن مسألة العمل الإغاثي ومسألة العمل الإنساني والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بشكل عام، هذا الأمر يفتقر إلى نقطة مهمة جدا، وهي نقطة التنسيق الحقيقي من قبل مؤسسة حكومية. نعم. يعني مثلا تكون مشرفة مثلا يعني، نعم، تكون وزارة الخارجية وخاصة في شقها الفني، يجب أن يكون هذا الموضوع تحديدا يتم من خلالها. لماذا؟ لأن حتى البيانات والإحصائيات التي تعطى لهذه المنظمات عادة لا تكون دقيقة إن لم تكن من جهة حكومية مسؤولة. فمن هذه الناحية أصبحت هذه المنظمات كلها نتيجة للانقسام السياسي الذي حصل في ليبيا وتعدد الحكومات والمؤسسات، أصبحت هذه المنظمات تأخذ في معلوماتها من منظمات مجتمع مدني محلية وما يسمى بالمقاول بالباطن. نعم. وأصبحت تعطى حقيقة بالرغم من مع يعني تقديرنا للدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني المحلية، ولكن هناك يعني مؤشرات يعني أبرزها دكتور يعني منظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان ربما نقلت معلومات خاطئة هذا للمنظمات الدولية. نعم. نعم. وعلى أثرها كان فيه عدد من المشاكل حصلت داخل ليبيا، يعني على مواضيع غير موجودة على الأرض. نتيجة لعدم التنسيق أصبحت المؤشرات التي تعطى لهذه المنظمات في كثير من الأحيان لم تكن دقيقة وفاقدة لمصداقيتها، وأيضا متضاربة لأن متعددة مصادر نقل المعلومة. لو أن هناك مصدر واحد
ويفترض أن تقوم به جهة حكومية، وزارة الخارجية على سبيل المثال، وهي النافذة الوحيدة للدولة الليبية على العالم الخارجي. يفترض نعم. العالم الخارجي لما يتعامل مع الدولة الليبية لابد له أن يأتي من خلال هذه النافذة الوحيدة، التي حتى هذه المنظمات والدول بشكل عام عندما تتعامل عن طريق هذه النافذة هي أيضا تقف أمام مسؤولياتها الحقيقية ولا تتجاوز نعم. مسألة مبدأ السيادة وشيء من هذا القبيل. عندما تكون التعامل مفتوح ومع أكثر من جهة، هنا ممكن تكون الإشكالية وتتعدد المصالح وتتضارب المصالح في كثير من الأحيان، وقد لا نصل إلى الأهداف المرجوة من هذا هو الموضوع. يعني يقودني إلى سؤال مهم جدا دكتور عثمان، اللي هو يعني عدد من المواطنين يعني المثقفين والمهتمين بهذا الجانب يتساءلون عن يعني ربما هذه المنظمات تكون يعني سببا في عدد من القضايا والمشاكل داخل ليبيا، وتنقل حتى معلومات يعني بشكل صريح يعني كعمليات الجوسسة داخل ليبيا هذه المنظمات. ربما أنت تحدثت عن عدم تواصلها مع الحكومة، ربما يعني يقودها لهذا الجانب. هو الواقع، نحن في وزارة الخارجية استشعرنا هذا الأمر الذي تحدثت عنه، وبالتالي قمنا بتفعيل إدارة مؤسسات المجتمع المدني بالوزارة. نعم. وهذا دورها الحقيقي، يعني هي يفترض أي منظمة مجتمع مدني تأتي للعمل بليبيا لابد لها أن تأخذ تراخيصها طبعا من هيئة الإعلام والثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الجانب. لماذا؟ لأن وزارة الخارجية هي التي تعطي الخلفية الحقيقية لهذه المؤسسة، وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق، هذا الأمر ترتب عليه يعني استقاء المعلومات من كثير من المصادر، وفي كثير من الأحيان لم تكن حقيقية. حتى أن المؤشرات التي يبنى عليها عمل المنظمات الدولية مثلا من الأمم المتحدة لم تكن دقيقة بشكل صحيح، وبالتالي هذا حدث تذبذب في مسألة إيصال المعونة وإيصال الفائدة لمستحقيها. نعم، يعني لو تحدثنا عن القطاعات التي طالها الدعم من هذه المنظمات الدولية في ليبيا يعني بشكل خاص. هو الواقع من عام 2011 يعني استفادت كثير من القطاعات، من بينها على سبيل المثال قطاع الصحة. قطاع الصحة استفاد كبيرة جدا، وخاصة من منظمة الصليب الأحمر الدولي. نعم. قامت بدعم هذا القطاع بالمشورة وبالتدريب، وأيضا حتى بالدعم اللوجستي من سيارات، من سيارات إسعاف طبعا، ومن سيارات نقل، ومن شاحنات، ومن أدوية، ومن تدريب أطباء على جراحة الحروب وغيرها. فقطاع الصحة تحديدا يأتي على رأس القطاعات التي استفادت من دعم المنظمات الدولية حسب المؤشرات اللي موجودة عندنا. كونها مؤسسة إنسانية يعني. اعتبارها أن عمل إنساني بحث لا علاقة له بالأمور السياسية الأخرى. هذه المنظمات تقدم في خدمات إنسانية بحثة. ولكن نعم. لا يخلو الأمر من وجود استغلال لهذه المنظمات في كثير من الأحيان ربما لخدمة أجندات أخرى. نعم. يعني طيب، من هم أكبر المانحين الدوليين دكتور؟ ربما يعني نسمع عن دعم وربما لجهات خاصة وعدد من المنظمات، لكن السؤال هنا يعني من هم أكبر المانحين الدوليين؟ وزي ما أشرت، أكبر المانحين الدوليين فيما يتعلق بالقضية الليبية تحديدا هي بشكل خاص إنه. بشكل خاص هي الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعني تقريبا بحدود أكثر من 16%. نعم. يعني هو المساهم في مسألة التمويل العمل الإنساني في ليبيا. طبعا وانت عارف الاتحاد الأوروبي تهم وضع ليبيا باعتبارها دولة قريبة، وبالتالي استقرارها وأمنها ربما هم ينظرون من خلال مصالحهم الخاصة. نعم. وبالتالي كانوا داعمين حقيقيين. أيضا إيطاليا، استراليا، فرنسا، إسبانيا، كل هذه الدول كانت داعمة بشكل حقيقي، بالإضافة طبعا إلى صندوق الطوارئ في الأمم المتحدة. يعني حتى أستفيد من الوقت. نعم. لدي عدد من الأسئلة دكتور. هو يعني ما هو الدور الملقى على عاتق يعني وزارة الخارجية وخاصة الشؤون الفنية؟ هو الدور كبير جدا طبعا. طبعا في مسألة التنسيق مع المنظمات. نعم. الدولية. هو وزارة الخارجية تحديدا هي فيها شق فني وشق سياسي وشق إداري. نعم. الشق الفني تحديدا كان ممكن أن يخدم كثير من القضايا الوطن فيما يتعلق في الأمور السياسية وأيضا الأمور الحياتية للناس،
لماذا؟ لأن هناك شغل فني يجب يتم التركيز عليه، وهو التعامل مع المنظمات الدولية الاستفادة من ما تقدمه، لأن ليبيا الآن بحاجة إلى هذه المساعدة. نعم. وإذا لماذا تدفع في مساهماتها لسنوات خلت أو سنوات طويلة؟ ومن هذا المنطلق فإن الشؤون الفنية يأتي عليها دور كبير جدا، يأتي على عاتقها شغل كبير جدا يجب التركيز عليه، كان من الممكن أن يخدم الأمور السياسية وأيضا الأمور الحياتية للناس. لكن عرقلت العرقلة السياسية والمشاكل الحاصلة هي ربما يعني كانت يعني ضد عمل هذه أو هذا الشق الفني من وزارة الخارجية. طيب يعني دكتور، مقترحاتكم لمعالجة المشاكل الإنسانية في ليبيا وما هو المأمول مستقبلا يعني؟ وأنا أتصور أن أولا لابد أن تنتهي وتحل المشكل السياسي الموجود في ليبيا. نعم. وحتى يتم يعني توحيد مؤسسات الدولة لكي تعمل الدولة وفق مؤسسات واحدة وليست متشظية أو متشرذمة أو منقسمة. هذا الأمر طبعا الانقسام السياسي ما في ذلك شك أثر تأثير كبير جدا، وخاصة نحن في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الآن التعامل الدولي كله مع الحكومة التابعة للمجلس الرئاسي، وبالتالي من هذه النقطة أصبحت العمل عندنا بشكل فيه كثير من الصعوبات. نعم. يعني أخيرا دكتور، ما هو الدور الملقى على عاتق يعني الشؤون الفنية بوزارة الخارجية لخدمة ليبيا ووضعها على سكة الأمان؟ طبعا نحن بعجالة، أنا أتصور الموضوع كبير زي ما أشرت لك يحتاج إلى وقت طويل، لكن بعجالة الشؤون الفنية تحديدا نحن وضعنا كثير من المقترحات فيما يتعلق بالأمور، بفتح مكتب مثلا تعامل ثقافي تجاري اجتماعي في نيويورك في الأمم المتحدة، وكان ممكن يخدم كثير من القضايا من بينها حلحلة مشكلة الإيرادات الدولة وجعلها تصب في اتجاه البنك المركزي في التابع للبرلمان. والشؤون الفنية تحديدا لديها من خلال إدارات، طبعا إدارة التعاون الدولي والمنظمات الدولية وغيرها من الإدارات المختصة، لديها كثير من الاقتراحات وكثير من آليات العمل التي لو أتيحت لها الفرصة في التعامل الدولي كان ممكن تحقق كثير من النتائج المهمة يعني. شكرا دكتور عثمان البدري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية. شكرا أيضا للأستاذ عبد النبي النف النقيب العام للمعلمين بدولة ليبيا في مداخلته الأولى في أول خبر معنا. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن يكون فيه يعني تعاون وإشراف حكومي على هذه المنظمات الدولية التي ربما تتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني غير خاضعة لتعليمات الدولة الليبية. نتمنى أن يكون في حرص من المواطنين على العمل مع هذه المنظمات وحتى نستفيد بشكل أفضل وبشكل آمن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.